وللحديث عن حوادث الاغتيال بين صفوف قادة الميليشيات في العراق وتزامنها مع الصراع السياسي على رئاسة الحكومة، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، ومن مالمو أيضا المتخصص في شؤون الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. سيد عبد الرزاق، مرحبا بك. ماذا تعني هذه الحوادث المتتالية التي تستهدف قادة وعناصر الميليشيات في العراق، وهذا التضارب بالتصريحات والتوصيفات حول حقيقة ما يجري؟ حياتي سيدي لك ومشاهديكم الكرام. حياتي. سيدي أبو مريم الأنصاري اللي هو عبد الكريم الأنصاري معاون الأمين العام هادي العامري. نعم. هذا الرجل هو عين آل الحكيم داخل منظمة بدر، بعد ما استقل المجلس اللي كان يقوده آل الحكيم عن منظمة بدر بأوامر إيرانية. نعم. وبقى عبد الكريم الأنصاري يمثل الجناح اللي يسموهم التوابين ضد المسفرين والمهاجرين اللي يمثلهم هادي العامري. نعم. هذا المنصب منصب للتوابين، والحقيقة هاي آخر الأيام اشتد الصراع بيناتهم من طرف ثالث داخل منظمة بدر. نعم. قياديين قدماء جدا. هذا الأمر أدى إلى مقتل عبد الكريم الأنصاري أبو مريم الأنصاري بعد ما طلع من البصرة على العمارة وتجاوز العمارة وصار يعني طريقة حادث سير، وهذه العملية مو أول مرة، قبلها السيد أبو لقاء وقبلها أمر فوج أمر لواء حمزة سيد الشهداء سيد جعفر في إيران وكذا قيادة من منظمة بدر يتلاعبون بالسير والاطلاعات الإيرانية وينهون الضحية. ادعى هادي العامري أن الحادث أثر يعني مرور أجل الله السامعين حمار، استلم حمار، لكن أنا اتصلت بحماية عبد الكريم الأنصاري وقال ما موجود لا حمار ولا غير حمار، القضيه الخوال قالوا الخوال هنا يقصد هم الايرانيين. وانا نشرت فيديو على قناتي في اليوتيوب قناه عبد الرزاق الحيالي، احد المشايخ هم جنازه يصرخ ويقول غدروك المنافقين غدروك المنافقين الشيخ محمد من منظمه بدر، وهذا دليل اخر على ان العمليه عمليه اغتيال قضيه يعني حادث. من وجهه نظرك ما الاسباب التي دعت الى اغتياله؟ عدة أسباب. السبب الأول اللي جاي نشوفه هو الصراع بين الإطار والتيار. نعم. وهذا الأمر يعني مو بس أبو عبد الكريم الأنصاري، عندنا المنصوري آمر فوج علي الأكبر البارحة كذلك أحد أفراد السرايا. اليوم تقريبا الجنوب يعني خرج عن السيطرة، المشاكل اللي صارت على حدود البصرة والكويت واستعراض الحشد وقضية الصيادين كلها هذا يريدون يفوتون الفرصة على التحالف الثلاثي، يعني إحداث مشاكل حتى ما تشكل الحكومة ويبقى الانسداد السياسي ويفشلون التحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة. هاي واحدة من الأسباب اللي أدت، غير الصراعات اللي موجودة بين القيادات على المسؤوليات والمناصب. نعم. فأنا أشرت لك أن أبو مريم الأنصاري في مشاكل كبيرة داخل المنظمة بين التوابين والأسرى والمهاجرين، والحقيقة إذا عزلوا عبد الكريم الأنصاري عن يعني منصبه راح تنشق منظمة بدر، فما لقوا طريقة غير الاغتيال. وهذا الاغتيال وهذه طريقة الاغتيال هاي طريقة قديمة احنا وكنا في إيران تستخدمها الاطلاعات الإيرانية. طيب نتحول إلى سيد لبيد ونسأل، هل يمكن أن يكون اغتيال القيادي في ميليشيا السرايا الجناح العسكري للتيار الصدري عباس دينار الشويلي أن يكون مجرد مصادفة بعد يوم من مقتل نائب زعيم ميليشيا بدر أبو مريم الأنصاري؟ هل يمكن أن يكون مصادفة في مثل هذه التوقيتات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يمكن أن تكون مصادفة. الصراع في محافظة ميسان بصورة خاصة في مدينة العمارة بصورة خاصة على أشده في حالة تصاعد، ومنذ مدة ليست بالقصيرة هذا التصاعد. لماذا؟ لأن هناك نفوذان رئيسيان للميليشيات، هو النفوذ العصائب والنفوذ التيار الصدري في هذه المدينة، وتمتد هذه الصراعات إلى أن تصبح صراعات بين عشائر، لأن هناك العشائر فيها كثير من الذين ينتمون للتيار الصدري وعشائر كثير من
أبنائها ينتمون للتيار العصائر. نعم. فتصبح مناوشات تصعب السيطرة عليها، وليست مناوشات وإنما معارك بالحقيقة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وتصعب عليها سيطرة الحكومة. الاغتيالات والتصفيات ستشهد تصاعدا، وهناك خلفيتان في حقيقة الأمر لهذه الصراعات. الخلفية الرئيسية الأولى هي ناتجة عن نتائج الانتخابات الأخيرة. الميليشيات ما عدا الميليشيات الأخرى التي في الضفة الأخرى المناوعة لسرايا السلام أو للصدريين أصبحت كما نعرف في حالة هزيمة مرة، يعني النتائج كانت في غير صالحهم، سيئة بالنسبة لغير صالحهم، وبذلك أصبحت الميليشيات على يقين بأنها ستخسر حتما معظم نفوذها في مؤسسات الدولة العراقية. نعم. ونعلم طبعا أن هذا النفوذ في مؤسسات الدولة هو الذي يؤمن لهذه الميليشيات مصادر التمويل الرئيسية. لذلك فالميليشيات هذه ستسابق الزمن، أو بدأت تسابق الزمن منذ يقينها بأنها خاسرة لهذا النفوذ، تسابق الزمن من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مكاسب مادية تعوضها عن الخسائر المقبلة. يعني ما الذي ممكن أن تفعله هذه العمليات واغتيال مثل هؤلاء القادة في هذا التوقيت؟ يعني ما الذي يمكن أن يشكل مصلحة للميليشيات هذه؟ نعم، أصبحت هذه الميليشيات دفعها هذا التسابق من أجل الحصول على مكاسب ومصالح تعوضها ما الخسائر المقبلة، جعلها تتسابق في مسألة الحصول على عقود حكومية، الاستيلاء على الأملاك. هذا التنافس لم يكن على هذه الشدة فيما سبق، لأن كما ذكرنا كانت لديها مصالح وسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤسسات كثيرة من الدولة تؤمن لها هذا النفوذ. أصبحت الآن هناك مصالح خاصة، كل ميليشيا تحود النار القرصة مثل ما يقول مثل العراقي، ما يؤدي إلى صدامات بين بعض هذه الميليشيات وتصفيات تقود إلى تصفيات أخرى. الخلفية الأخرى الرئيسية التي تدفع الميليشيات إلى هذه الصراعات هو الخلفية السياسية، الخلاف أو الانسداد والاستعصاء السياسي الحاصل في العملية السياسية. نعم. الميليشيات والتيار الصدري في حالة صراع سياسي، هذا الصراع يترجم بين فترة أخرى، أو بالأحرى سيترجم أكثر فأكثر مع الزمن، مع مرور الزمن، مع إلى صراع طول عمر الانسداد، إلى صراع ميليشياوي من أجل كل طرف يريد أن يربك الطرف الآخر ويضعفه ويحاول أن يبتزه بهذه الطريقة. طيب. فهذه هي الخلفيتان السياسيتان لهذا التصاعد في الاغتيالات. طيب. وأنا أعتقد أن العملية ستتفاقم مع الزمن. نعم. نعود إلى سيد عبد الرزاق ونسأل، بالنظر إلى الصور القادمة من موقع مقتل نائب زعيم ميليشيا بدر، كيف يمكن لشخصية بهذه الأهمية أن تقتل بهذا الشكل؟ لم تكن هناك قوة توازيها أو تفوقها يمكن أن تصل إليه، وكما ذكرت يعني ملابسات القضية. السيد اللي حضروا بالفاتحة هم مسؤولين ورؤساء الجمهورية والوزارات السابقين والحاليين. نعم. لكن على مسرح الحادث بسرعة مسح، يعني مسرح الحادث دون حضور أي مؤسسة أمنية أو تحقيقية بالحادث، كان المفروض الحكومة هي اللي تروح تحقق مثل هيك حادث وهيك شخصية كبيرة عندهم، لكن المسح. الغريبة أنه أبو غفران سائق أبو مريم ودوه على الشرجي، وأبو مريم الأنصاري ودوه إلى العمارة، واليوم يا ريت يبحثون عن المصاب اللي هو الآن من حالته مستقرة، هو كان آخر تليفون يجاوب فيه، لكن التليفون انفقد في يعني مكان الحادث، تليفوناته انفقدت في مكان الحادث. نعم. كل الأدلة تشير الموضوع مو موضوع يعني حادث سير على الإطلاق، عملية اغتيال، لكن الجماعة ما يريدون يتكلمون بطريقة يعني صحيحة، أو ما يريدون الناس تعرفوا الحقيقة أنه أكو صراع يعني على المناصب والمكاسب بين مسؤولين الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران. يعني ذكرت حضرتك أنه هذه اغتيالات بين قادة الميليشيات، هل هي وليدة الساعة
أم جزء من صراع قديم يعود إلى السطح من جديد؟ هاي عمليات الاغتيال مو جديدة على الإطلاق، موجودة وإحنا كنا في إيران يعني. وهاي عملية أنه حادث سير، هاي أكثر شيء تعتمدها الاطلاعات الإيرانية كذا شخصية داخل إيران وكذا شخصية بعد الاحتلال الأمريكي، منها السيد أبو اللقاء اللي كان ينافس هادي العاملي على قيادة منظمة بدر وغيره من المسؤولين يعني قتلوا على هاي الطريقة حتى لا أحد ينافس هادي العاملي. لا، وحتى في ناس قوتيني في حرب داعش هم اختارتهم هي هاي الميليشيات وهم قادة عندهم حتى لا ينافسوهم على المسؤوليات والمكاسب. أبو مريم الأنصاري صاحب مشاريع كبيرة جدا، تهريب نفط وتهريب مخدرات وبيوت وقصور داخل العراق وخارج العراق بإيران وغير إيران. نعم. وهذا الموضوع متواجد داخل منظمة بدر، الصراع على المكاسب والسرقات اللي كل العراقيين يعرفوها، اللي صارت يعني سمة كل قيادات الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران. طيب نعود إلى سيد لبيد ونسأل، هذه الاغتيالات الجارية إلى أي مدى تشير أنه لا توجد دولة حقيقية في العراق في ظل سطوة سلاح الميليشيات وسيطرتها على المشهد السياسي والأمني؟ نعم، يعني هذه الميليشيات منذ أن بدأت تتنامى يعني كما نعلم أنها كانت تعد على أصابع اليد الواحدة. نعم. في بداية الاحتلال يعني وبدأت تتنامى، كانت هناك 4 أو 5 ميليشيات معروفة، معظمها جاء من إيران باستثناء الميليشيا جيش المهدي التي تكونت أو انشئت مباشرة بعد الاحتلال. نعم. باقي الميليشيات جاءت من إيران و ثم بدأت تتنامى هذه الميليشيات، وهي طبعا هي صناعة إيرانية جميع هذه الميليشيات. إيران كانت متعمدة في أن تكون هناك عدة ميليشيات من أجل أن يكون هناك تنافس في الولاء لإيران. فالنفوذ الإيراني في العراق الذي ازدهر مع الزمن وتنامى مع الزمن أدى إلى تنامي هذه الميليشيات وولاءات هذه الميليشيات إلى إيران. فالدولة منذ البدايات يعني منذ الاحتلال الدولة سقطت، وحاولوا ترميمها وبنائها على أسس يدعون بأنها دستورية وأنشأت عملية سياسية، لكن بموازاة العملية السياسية القائمة رغم كل نواقصها ورغم كل عيوبها كانت العملية الناجحة الوحيدة في المسار السياسي العراقي هو تنامي الميليشيات وتوالدها يعني وتكاثرها. هذه كانت تسير على قدم وساق، وكانت هذا التنامي وتعاظم نفوذ هذه الميليشيات كان على حساب بناء الدولة دولة حقيقية في العراق. لذلك فالفشل الذريع الذي منيت به الدولة العراقية حكومة وبرلمانا وقضاء هو ناتج عن بشكل أساسي ناتج عن تعاظم نفوذ الميليشيات، لأنه الميليشيات بالحقيقة هي عبارة عن عصابات، ومنطق العصابات قانون العصابة هو الذي يسود هذه الميليشيات، وأصبح لهذه الميليشيات أجنحة سياسية. وهذا هو المضحك في الموضوع، يعني كل عصابة أصبح لها جناح سياسي تؤثر على المشهد السياسي وتؤثر على الانتخابات. لكن السؤال هنا، هل يمكن أن تتوسع دائرة الاغتيالات بين الميليشيات في العراق، أم ربما هي تحسب كرسائل تحذيرية بين الطرفين؟ لا، ليست رسائل تحذيرية، الميليشيات أصبحت منفلتة بالحقيقة. وإذا عدنا زمن إلى الوراء يعني هذه الصراعات كانت موجودة يعني منذ بضع سنين، يعني كانت موجودة لكنه لم تصل إلى هذا المستوى من السخونة والحدة فيما بينها. ليش؟ لأن كان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهما دوران في السيطرة وضبط التوازن، السيطرة وضبط إيقاعات هذه الميليشيات. فقدان خصوصا سليماني والمهندس، فقدانهما ادى الى حاله انفلات وارباك في داخل الميليشيات. وهناك بالحقيقه تنقلات، يعني لو ذهبنا الى تفاصيل الميليشيات، وربما ضيفكم الكريم يعرف اكثر منا عن هذه المساله، لو دخلنا في التفاصيل هناك تنقلات بين في داخل هذه الميليشيات، انه تغيير الولاءات من ميليشيا ينتقل قيادي او كادر وسطي من ميليشيا الى ميليشيا اخرى، وهذا يؤدي بالحقيقه الى حاله تنافس.
اكو مساله اخرى يعني نستطيع ان نقول جيو ميليشياويه. الميليشيات كما نعلم تسيطر على المنافذ الحدوديه لا سيما بين العراق وايران وبين العراق وسوريا. نعم، وهذه يعني المصالح والمكاسب تحركهم. نعم هذه، فهناك يعني في هذه المناطق هناك مصادر تمويل كثيره، يعني المصادر من خلال مثلا التهريب وجبايه الاموال والاتاوات والاتجار بالمخدرات عبر هذه المنافذ والمنافذ الحدوديه. نعم. وهناك اكثر من ميليشيا في نفس تتواجد في نفس المنطقه الجغرافيه، لذلك تنشب كثيرا من حالات الاقتتال والتنافس والاختيارات فيما بين هذه الميليشيات بدافع السيطره على او بدافع السيطره على عمليه الاتجار وعمليه التهريب في هذه المنطقة. فهناك عدة أسباب، هناك أسباب سياسية وهناك أسباب مصالح مادية وهناك أسباب أيضا تنافس على النفوذ. تمام. في منطقة جغرافية وأخرى، هذه كلها أسباب تتعدد وسوف تستمر وتتكاثر. إذا هي ليست تحذيري بعد إفلاس هذه الميليشيات. إذا هي ليست تحذيري. سيد عبد الرزاق، لو نسأل عن التحذير الذي أطلقه خطيب جمعة النجف قبل أيام للصدر وللإطار التنسيقي، حذرهم من أن يتفاهموا قبل أن يصطادهم من سماه بعدوهم، إلى أي مدى يشير هذا إلى العمق وعمق الهوة والخلاف بين الأطراف المتصارعة؟ سيدي، هاي الميليشيات الولائية ما تأخذ أمرها ولا تأخذ توجيهاتها من المرجعية على الإطلاق. نعم. يعني دائما هم يتكلمون على المرجعية، يعني كذبا وزور. نعم. الإطار مرجع هو علي خامنئي وأوامر إيرانية وتجي أوامر من طهران. إذا أتكلموا عن المرجعية بالنجف فهي أكذوبة. نعم. هم ما يقلدوا المرجعية، المشاكل تبقى بيناتهم قائمة على المناصب، وهم يعني كل ما رادوا يتفاهمون ويا التيار ما جاي في مجال، التيار يريد حكومة أغلبية، وهاي القضية تضر بيهم تماما. هم يعني ماخذين قرار على أن يحرقون المنطقة ولا يتركون حكومة وطنية ما لهم يعني مكان فيها، وهذا الأمر صار واضح لكل العراقيين. لذلك اليوم هم الاغتيالات والتقاتل بيناتهم والاختلاف بيناتهم كله على المناصب وعلى المكاسب اللي جديدة. هم تأثروا بالأموال اللي خلوها في لبنان والهبوط الدولار في لبنان، الميليشيات وخصوصا منظمة بدر والعصائر خسروا كبير بلبنان، المعامل والمصانع اللي خسروها بأوكرانيا اللي كانوا هم يتأملون فيها كذلك، هاي جعلت بيناتهم اختلاف وصراع يعني محتدم جدا، بحيث اليوم كل الميليشيات منقسمة ومتجزئة داخل مقراتها وداخل منظماتها. يعني اذا انا بتكلم عن منظمه بدر اللي هي منظمتي، يعني هاي المنظمه اليوم بها جناح يقودوا ناس ضد العامري وضد ابو مليم الانصاري، في جناح تابع للتوابين، في جناح تابع للمسفرين، في جناح تابع للمهاجرين، في جناح تابع يسموهم جماعه الانتفاضه، صراع دائم كبير بيناتهم على المناصب، لان يعني هم يدرون راح يفقدون الكثير بالمرحله القادمه، والان هم معتمدين على رجالاتهم داخل الداخليه والجيش والامن الوطني والامن القومي. نعم. عندهم افرادهم بهاي المكانات، لذلك انت جاي تشوف بعض الاغتيالات تصير بالقرب من سيطرات الداخليه او الامن الوطني او الجيش. نعم. اليوم الصراع كبير جدا بيناتهم، واعتقد هم ان شاء الله الى الزوال باذن الله. طيب، لو نتحول الى سيد لبيد في اخر سؤال لدينا في النشره، بالمقابل كيف تقرا هذا الخفوت بالدور الأمريكي في العراق وهو المؤسس الحقيقي للعملية السياسية ما بعد الاحتلال؟ نعم، الدور الأمريكي تراجع مع الزمن، تراجع في العراق، واليوم في غمرة الصراع والحرب بين روسيا وأوكرانيا يشهد الدور الأمريكي أكثر تراجعا في داخل العراق، والأمريكا غير مكترثة بما يحدث حاليا في داخل العراق. أمريكا تريد أن تؤمن مصالحها حاليا، وانشغالها في تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
يمثلوا أولوياتها المتقدمة حاليا. نعم. أما في داخل العراق فالعملية السياسية التي تدور في دائرة مفرغة حاليا وتشهد انسدادا واستعصاء غير مسبوق، هذه العملية لا تؤثر بالحقيقة على مصالح أمريكا في العراق. لذلك فأمريكا لن تبادر ولن تقدم على أي خطوة من أجل حل حدث الأمور، وهي تعرف مسبقا بأن أي تدخل لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة تغير من المشهد السياسي العراقي على نحو عميق. لذلك الدور الامريكي سيبقى في حاله الركود وفي حاله البرود. نعم. والصراع سيزداد احتداما كلما طالت عمليه الانسداد في داخل العراق. شكرا لك. كان معنا ضيفينا من مالمو السيد لبيد الصميد عضو التحالف الوطني المعارض، والسيد عبد الرزاق الاحيالي المتخصص في ملف الميليشيات. شكرا لكما.